فين مصلحه المواطن فيه؟ بص حضرتك، أيوة. انا قلت لحضرتك ندور على مصلحه المواطن. انا قلت نمره واحد ان احنا نحافظ على الصحه العامه، انا قلت لك كذا بند. اي فندم، يعني حضرتك من 2011 ما قامت الكارثه بتاعه الانفلات دي ماشي لغايه 2018 ما كانش في حفاظ على صحه المواطن؟ لا هقول لحضرتك بس معلش، النهارده لما احنا نيجي النهارده عاوز ما الناس تقول لك الزباله مرميه في كل حته، سيبوا الزباله. ده قانون يا اخوانا، لا انا هعرض عليه، اللي هو عايز على القانون يروح مجلس الشعب ويقول احنا عايزين فين مصلحه المواطن؟ مصلحه المواطن في الصحه العامه. انا النهارده انا كان عندي مرض، انا تعبان، انا النهارده جت الدوله تقول يا جماعه احنا عايزين نحافظ عليك النهارده، تقول لا مش عايز احافظ عليك. هتعمل ايه في المحلات والمواطن المصري؟ 20,000 منفذ. هو ده كلام الصح. ثانيه واحده، ده كلام الصح. هتعمل ايه؟ هذا اللي كنت عايز اسالهولك. 20,000 المواطن هم بيقولوا لا، ده ما تقولش. ثانية واحدة يا استاذ احمد، لا ما تقولش. في المواطن نص مليون ما عندكمش 20,000 منفذ؟ ملوش دعوة، هم دول اللي دخل في المنفذ. يا دكتور عبد العزيز هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ حضرتك انا النهارده اسمعني بس، اسمعني انا بس، عايز ما تقولولي يسكت، هو عايز اطلب من 10,000 واحد بس. صح جدا، انا معاك كده. عايز ياكلوا ايه بقى ويشربوا ايه؟ يا استاذ احمد بعد اذنك ارجوك، يعني بعد اذنكم ما حدش يتكلم الا لما يبقى ليه الكلمة ان هو يتكلم، عشان انا عندي مشاهد محتاجاه يفهم الموضوع.